أنت الجمال يا راه الحب مختزلا مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مهتملا مهتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ليبيا يا ألما يا ليبيا أملا أهدي إليك حنايا الروح والقبلا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موطني. هذه الحلقة الخاصة من برنامج موطني نتحدث فيها عن أهم الملفات، وهو ملف الصحة. ولطالما كان ملف الصحة من أكثر الملفات الشائكة في ليبيا، وخاصة في ظل الانقسام السياسي. في هذه الحلقة والتي نخصص المساحة فيها في حوار خاص مع معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة. ولكن مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ في هذا الحوار دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم لنا عودة. في ليبيا التي تشهد نزاعات سياسية وعسكرية، وتعاني بالأساس من خلل في النظام الصحي، وتحتاج مشروعا إصلاحيا يكفل للليبي حق الحياة والموت الكريم، ورغم التطور الحاصل في العلوم الصحية ورغم الإنجازات العملية الطبية التي تتحقق كل يوم، لا تزال الخدمة متدنية ولا تلبي رضا المحتاجين للعلاج. ترفع وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة شعار الجودة والرعاية الصحية الأولية لعام 2019. في الوقت نفسه تطلق المنظمة العالمية للصحة في أكثر من مناسبة صافرات إنذار بأمراض معدية وسارية. مع شح الأموال والإجراءات المعقدة للاعتمادات وانقسام البنك المركزي، كيف تواجه وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة استحقاقات المرحلة؟ وكيف تلبي احتياجات المواطن من الخدمات الصحية؟ وكيف تحميه من المخاطر المالية وتغطي تكاليف علاج المرضى؟ وهل خضع هذا القطاع الإنساني بالدرجة الأولى لمقتضيات النزاع السياسي والعسكري أم تم تحييده؟ وماذا حققت وزارة الصحة حتى الآن من غايات وأهداف خططها واستراتيجياتها؟ وهل ثمة نتائج ملموسة لزيارات الوزير العام الماضي إلى عين مارة وسبها والمرج والكفرة والجيجب ودرنا وشحات وطبرق؟ وما مدى رضا الوزير عن أداء القطاع الذي يرأسه؟ ملفات تحتاج إلى فك طلاسمها، وأسئلة تنقصها الإجابات. تتابعونها مع عماد بن حامد في الجزء الأول من حلقة خاصة لبرنامج موطني، يلتقي فيها وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور سعد عقوب، وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة. دكتور سعد، السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة، شكرا لإذاعتكم الموقر. أهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا اليوم في هذه الحلقة الخاصة من موطني. دكتور، في البداية دعنا نتحدث عن أسباب الزيارة للمملكة الأردنية الهاشمية. في البداية، أسباب الزيارة للمملكة الأردنية الهاشمية هي دعوة كريمة من أكاديمية الطيران وكلية نور الملكية، نعم، لحضور ورعاية حفل تخريج دفعة من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا. كانت الدفعة الثانية، خرجت قبلها دفعة وهذه الدفعة الثانية. نعم. كانت لنا الفرصة أن نحضر هذا الاحتفال، احتفال التخرج. نعم. كانوا فيه أطباء وإداريين ومسعفين وسائقين. الهدف من هذه الدورات هي خطة وزارة الصحة في تنمية الموارد البشرية واهتمامنا برفع معنويات الشباب. كانت لنا الفرصة الحضور لحضور حفل تخرجهم ودعمهم، والوقوف أيضا على مجريات تنفيذ برنامج تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة بالكامل، الذي يعتبر برنامج أو أمس أحد هذه البرامج. الهدف منا هو الوقوف بشكل مباشر على تنفيذ التدريب أثناء العمل، وأنتم تعرفون أن تنمية الموارد هي تعتبر
من أهم روافد التطور في أي قطاع خدمي. نعم، سنتحدث عن التنمية البشرية وعدة ملفات أخرى تخص وزارة الصحة، ولكن دعنا في البداية نعرف دور وزارة الصحة بصفة عامة. يعني اليوم والأمم المتحدة دكتور سعد تعتبر أن الصحة هي الهدف الثالث ضمن أهداف التنمية المستدامة في العالم، ولتحقيقه لابد أن يقوم أيضا قطاع الصحة ب13 نقطة مهمة أو وظيفة، منها يعني على سبيل المثال القضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة والمعدية، خفض نسبة الوفيات في المواليد والأطفال بشكل خاص، عدة نقاط كما ذكرنا 13 نقطة. في هنا يعني هل حققت وزارة الصحة أي من هذه الغايات أو الأهداف؟ أنتم تعرفون أن العمل الخدمي بشكل عام هو عمل صعب جدا لأنه يتعامل مباشرة مع المواطن. وزارة الصحة في ليبيا عندنا لا يقل عن 250 مستشفى، عندنا أكثر من 3000 من المراكز الصحية والوحدات الصحية والعيادات المجمعة، عندنا حوالي 23 إلى 24 ألف سرير، عندنا مرافق خدمية تتواصل مع وزارة الصحة مثل جهاز الإمداد والإسعاف وغيرها. هذا الجيش الجرار من المؤسسات الصحية اللي تقدم خدمات صحية على رقعة البلاد بالكامل لها أثر جيد جدا في تقديم الخدمة. نحن نعمل جاهدين أن نأخذ دائما ببروتوكولات منظمة الصحة العالمية، نعم، اللي هي من خلال برامج الأمم المتحدة، أن نستفيد استفادة كبيرة من خلال مكاتب التعاون الدولي سواء كان في الوزارة أو في المؤسسات، أن نرقى بمستوى الخدمة ونستفيد استفادة كبيرة من برامج المنظمة. نعم. إذا أردنا أن نطبق برامج منظمة الصحة العالمية علينا الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية. دعبت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة بالتنسيق مع معالي رئيس الوزراء الأستاذ عبد الله الثني أن احنا نعتبر أن عام 2019 هو عام الرعاية الصحية الأولية. وشنو الهدف من الرعاية الصحية الأولية؟ الرعاية الصحية الأولية هي القريبة للمواطن، العيادة اللي موجودة أو المركز الصحي أو الوحدة الصحية اللي موجودة أمام بيت المواطن بشكل مباشر. نزلنا خطة على أرض الواقع، اخترنا عدد من العيادات للرعاية الصحية الأولية لتحقيق الأهداف والمجريات رغم التحديات ورغم الأزمة ورغم المعاناة ورغم شح الأموال وعدم فتح الاعتمادات، ولكن حاولنا جاهدين أن احنا نقوم بعملنا بشكل منظم جدا من خلال الرعاية الصحية الأولية. نعطيك مثال، بنغازي اخترنا فيها 10 عيادات مراكز صحية من ضمنها عيادات مجمعة، واخترنا عيادة قريونس وخصصناها لطب الأسرة. الهدف من هذه الإجراءات الحقيقة رغم قلة الإمكانيات لكن القوة البشرية الموجودة والإدارات الخدمات الصحية بالمناطق قامت بدور كبير جدا بتقريب الخدمة للمواطن. ما أتينا من إمكانيات تم توزيعها على البلديات بشكل مباشر. معالي رئيس الوزراء ووزير المالية خصصوا أموال لتطوير الرعاية الصحية الأولية بداية من 1/1/2019، والحقيقة بشكل جذري أتت أكلها رغم أنها لا تفي بالغرض رغم الظروف، ولكن شعرنا في مثل بلدية بنغازي، بلدية المرج، بلدية جدابية، بلدية توكرة، نعم، بلدية سبها، بلدية الزنتان، البلديات اللي هي تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة المؤقتة، شعرنا أن البرنامج سيحقق المؤشرات اللي تسعى لها الأمم المتحدة. حقيقة لن تتحقق بما يرضي الجميع لأن إرضاء الجميع غاية لا تدرك، طبيعي، خصوصا في خدمة تمول من الدولة والحكومة تقترض في أموال، ولكن شعورا منا أن على الأقل قدمنا شيء وتحقيق بعض هذه النقاط. نعم دكتور، يعني عام 2019 في ومع انطلاق هذا العام أطلقتم عليه عام الجودة، ويتزامن هذا اليوم مع إطلاقكم التقرير ثلاث أرباع السنوي لسنة 2019، ماذا حققتم من هذا الهدف أو هذا الشعار وهو عام الجودة؟ أولا وضعنا خطة تدريبية شاملة للمؤسسات الصحية. إدارة الجودة وضعت بعض المؤشرات رغم قلة الإمكانيات للمستشفيات، وشعرنا أنك لما تجي رقابة إدارة، نعم، المستشفى، رقابة العيادات، وضع البصمة في مداخل العاملين، الاهتمام بزي العاملين، الدخول، نعم، إلى المعامل والأشعة ووضع بعض نظم ستاندر، التنسيق مع منظمة الطاقة الذرية في بعض البرامج التي لها علاقة بالمعامل وبمراكز الأشعة داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
يعني كل هذه الخطة بادرت بها إدارة تنمية الموارد البشرية وإدارة الجودة وحققت بعض الإجراءات، صح ما هيش كاملة ولكن نعتبر فيها حققنا بها جزء كبير. أيضا اهتمامنا بالرعاية الصحية الأولية وتحديد عيادات ومراكز صحية، شعرنا من خلال المواطن والرأي العام في الشارع أن هناك تحسن، ومقياسنا هو رضا المواطن. دكتور، أيضا من النقاط اللي حضرتك تطرقت لها وهو طب الأسرة، هذا التخصص يحتاج إلى تعريف أكثر في ليبيا اليوم. يعني دول العالم الأول طبيب الأسرة هو شخص مهم وهو من أهم التخصصات الطبية، في ليبيا لا نلاحظ هذا التخصص بشكل واضح. الأطباء يعني هناك عزوف على التوجه للتخصص في هذا المجال وهو طب الأسرة، يعني لماذا بوجهة نظرك في ليبيا لا يوجد اهتمام بهذا التخصص تحديدا؟ هو الحقيقة تعاقب الإدارات وتعاقب الخطط والأزمات اللي مرت بها البلاد أثرت في كل شيء، مش غير في الصحة، وما أثرتش غير في طبيب الأسرة، أثرت في المنظومة الصحية بالكامل. ولكن نحن نحاول جاهدين الآن أن نعود هذا النظام، لأن أمر طبيعي ومن متطلبات المنظمات الدولية الاهتمام بطب الأسرة، لأن طبيب الأسرة هو أقرب واحد الأسرة. يعني الأسرة لما تحتاج لعمل معين أو إجراء طبي معين تتصل بطبيب الأسرة. أيضا القابلة، أيضا فنية صحة المجتمع، نحن اهتمامنا اهتمام كبير بالشرائح هذه. في الرعاية الصحية الأولية وبدأنا وجدنا بعض الإجراءات متخذة، الواحد لا ينكر أن خلال الفترات الماضية يعني أجريت عديد الإجراءات في هذه الإجراءات ووفد أطباء للخارج، لكن زي ما قلت حضرتك أن هذا التخصص عليه عزوف من الأطباء. الطبيب لما يتخرج هو باذل جهد ويحاول انه يشتغل في مستشفى تعليمي باش يحقق الماجستير والدكتوراه، وانت تعرف ان مخرجات الجامعات ومدخلاتها في المستشفيات نعاني منها الكثير. ماذا نحتاج، اسف دكتور على المقاطعه، توعيه الطلبه في كليه الطب باهميه هذا التخصص ام توعيه الاسر الليبيه؟ لا، هو موضوع مشترك. الطبيب يحتاج الى تنويه وتدريب وتعليم على أهمية التخصص. الأسرة يجب أن تعرف، لأن أنت عارف أن المريض الليبي يقول لك نبي أكبر أخصائي مباشرة. في العالم ما فيش الكلام هذا، لازم تمر على طبيب الأسرة وطبيب العيادة اللي جنب البيت والقابلة وفنية صحة المجتمع، ومع الوقت يتوصل إلى الأخصائي الكبير. هذه في الحالات الباردة، أما الحالات المستعجلة تذهب إلى أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات ويجرى لها كل شيء. فالتخصص طبيب الأسرة والصحة العامة هذين تخصصات الحقيقة يعني تحتاج إلى توجيه من الجامعات. كليات الطب يجب أن تقوم بورش عمل متخصصة وتشعر الناس بأهميتهم بالشراكة مع وزارة الصحة. دكتور، وفرتم في الفترة الماضية وخاصة نتحدث هنا عن منطقة مهمة هي الجنوب الليبي، وفرتم العديد من المعدات الطبية، العديد من الأدوية، ولكن هذه المراكز الطبية تعاني من نقص آخر مهم وهو في الفنيين والأطباء. بعض المناطق وبعض البلديات كالجغبوب على سبيل المثال تعتمد على القوافل الطبية، أين الطبيب الليبي وأين العناصر الفنية من هذه المناطق؟ هو الحقيقة أنت الأزمة اللي مرت بها البلد ومغادرة كل العناصر الأجنبية العاملة داخل ليبيا لظروف الأمن بالبلاد. فغادر عدد كبير من العناصر الطبية الأجنبية اللي كانت عاملة سواء كانت في الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي أو الجنوب الأوسط. ولكن نحن بذلنا جهد الحقيقة بشكل مباشر أن نحن نحل هذه المشاكل بموضوع التعاون، موضوع الأطباء الزوار، موضوع القوافل الطبية. هذا تغطية للعجز القائم. الجنوب الليبي يعني اهتمامنا به سواء كان من وزارة الصحة بشكل مباشر بتوجيهات معالي رئيس الوزراء أو لجنة أزمة الجنوب اللي الحقيقة قاموا بدور كبير جدا أنهم اهتموا بتوصيل بعض سيارات الإسعاف ببعض المعدات الطبية للمراكز والمستشفيات في الجنوب. وزارة الصحة قامت بدورها المباشر، قمت بشكل شخصي والطواقم الفنية معي بزيارات ميدانية لأغلب مدن الجنوب، والهدف منها هو تقريب الخدمة للمواطن، حل المشاكل بشكل فوري. أنشأنا جهاز خاص بالإمداد الطبي في الجنوب بحيث أن توزيع الدواء يكون بشكل قريب رغم قلة بعض الأصناف. حاولنا أن نشرك الجنوب في برامج المشروعات الخاصة بوزارة الصحة التي سنتحدث عليها، وأنجزنا عديد المشروعات، أمددناهم بمولدات الكهرباء والهدف منها هو الانقطاع الدائم للتيار الكهربي باش نحافظ على سير العمل للمؤسسات الصحية. منطقة زي الكفرة يعني لو جي الكفرة كل المرافق الصحية بها تعمل بصورة جيدة جدا لأن العامل الأمني ممتاز جدا،
ولكن قلة العناصر وعزوف العناصر الطبية الليبية للعمل في الجنوب. قدمنا كل المداعمات، قلنا على الأقل اللي يعمل في الجنوب يأخذ 200% من المرتب كذا، ولكن لا يزال العزوف قائم وغياب العناصر الأجنبية للحضور للعمل في المناطق النائية، نظرا أن بلدان متحذر فيهم الصفر بسبب الجوانب الأمنية. دكتور، يعني هنا بنخش في الرادع، يعني عندما نذهب لبنغازي أو طرابلس المدن الكبرى بصفة عامة نجد أن هناك فائض من الأطباء، هناك طبيب يعمل يومين في الأسبوع، طبيب يعمل 3 أيام في الأسبوع، مدن أخرى تحتاج لطبيب عام لا يوجد. هنا أين الرادع عندما يحاول هذا الخريج وهذا الطبيب أن عندما توجه وزارة الصحة على سبيل المثال العمل في سبها أو في الجغبوب أو في أي منطقة أخرى وهو يرفض العمل هناك ويريد العمل في المدن الكبرى ويتم تلبية طلبه، لماذا لا يوجد رادع هنا؟ هو من حق الطبيب أن يختار المكان اللي يعمل فيه، ونحن حاولنا الفترة الأخيرة أن نعطي فرصة للتعيينات في المناطق النائية وإعمار المدن بأهلها. يعني طبيب من سبها، من تراغن، من الكفرة، من جدابية يعمل داخل مدينته. خرجين كليات الطب وانتشار الأفقي لكليات الطب الفترة الأخيرة خرج عدد كبير من الأطباء، لكن لا تزال هناك مشكلة في عزوف الأطباء. أحيانا لما توجه للعمل في الجنوب يقول لك أنا ما عادش نبي نشتغل، ويستقيل ويمشي يحاول أن يشتغل في القطاع الخاص. نحن القطاع الخاص شريك للقطاع الحكومي. القطاع الخاص خلال الأزمة اللي فقدت فيها ليبيا سياعة سرية ومؤسسات صحية كاملة كان الشريك الحقيقي هو القطاع الخاص، ونحن نشجعه في القطاع الخاص، لكن لا يعني أن القطاع الخاص يخالف القوانين ويستحوذ على كل الأطباء ويعملوا عنده ويترك المؤسسات الحكومية. هذا الشيء يحتاج إلى النوع من الردع. وزارة الصحة من خلال إدارة التفتيش تقوم بدورها، لكن راهو در يا أخواننا أن المساحة الجغرافية واسعة، الناس تجامل في بعضها، عندنا جانب المجاملة الاجتماعية في مناطقنا أثر حتى على تطبيق القوانين واللوائح. فلذلك نحاولوا جاهدين أن نديروا مداعمات إيجابية لعمل أبنائنا في المناطق النائية، لكن في ذات الوقت علينا أن نوفر المبالغ المالية اللازمة لتوطين الأطباء للعمل في المناطق النائية. أنت دكتور قلت نقطة مهمة الآن، واللي هو يعني يجب أن يكون هناك توافق وتواصل دائما مباشر بين وزارة الصحة والقطاع الخاص ومعالجة موضوعية انتقال الأطباء وهجرة الأطباء إلى القطاع الخاص. ولكن هنا يعني المشاهد سيجيب والطبيب أيضا يقول لك أنا لما نمشي للقطاع الخاص دكتور سعد ناخذ في 5000 و6000، ولما فلان قاعد في القطاع العام ناخذ في 700 و800 دينار او 1000 دينار، يعني الفرق كبير. وايضا الطبيب، يعني خلينا ناخذ صف الطبيب لانه تحدث بلسانه، هو صاحب اسره، هو لديه مسؤوليات، فمن حقه ان يبحث عن مصلحته. يعني والله انا نقول لك بالنسبه للقطاع الحكومي اللوائح اللي تصدر تباعا كل يوم بشكل لائحه في رفع المرتبات لو تطبق بشكل حقيقي الطبيب سيكون مرتبة من أفضل المرتبات اللي تمنح للموظفين الليبيين. لكن ما زلنا أن الطبيب حيحتاج إلى تعليم، الطبيب بيحضر دكتوراه وبيحضر ماجستير، لازم أنه يتواجد في مستشفى تعليمي. المشكلة اللي نعانوا منها مش أن كل الأطباء يعدوا القطاع الخاص، هو ترك عملهم في القطاع الحكومي والذهاب إلى القطاع الخاص رغم أن ملفه مرتبة موجود في المستشفى الحكومي. الإدارات المستشفيات عليها أن تتابع بكل دقة إخواننا العاملين داخل المستشفيات، إعطاهم حقهم. هذا لا يمنع أنهم يشتغلش في القطاع الخاص بعد ساعات الدوام الرسمي، يعطي 8 ساعات الحكومة والمناوبة الخاصة به، ومن حقه أن يعمل، لأن القطاع الخاص فعلا فترة الأزمات كان عامل مساعد كبير جدا. دكتور، بما تكلمنا على زيادة المرتبات نذهب لقرارين، قرار صادر من الحكومة الليبية المؤقتة والآخر صادر من الوفاق. القرار 855 الخاص بزيادة المرتبات، والقرار 399 385. هذه القرارات الصادرة دكتور، يعني هنا نتحدث عن قرار سنة 2019 اللي هو 885، والقرار أيضا السابق اللي ذكرته لحضرتك، قرارين من حكومتين بزيادة المرتبات، كيف ترى ذلك وما هو الأقرب للتطبيق؟ هو المنظومة الصحية منظومة متكاملة، يعني علينا أن ننظر في هذه القرارات. أنا جزء من القرارات أنا اللي أصدرتها 399 لسنة 2018، لكن علينا أن ننظر أن المنظومة الصحية فيها عناصر إدارية
وعناصر تسيرية وعناصر طبية مساعدة وعناصر طبية. كل هؤلاء الناس يعملوا في حقل واحد وفي مكان واحد وعرضة للعدوى وعرضة لكل المشاكل ويحتاجون إلى رفع مرتباته. القرار 399 اللي أصدرناه في عام 2018 كان قرار يعتبر إيجابي جدا، ومن خلال الاستبيان اللي وضعناه عليه كان الرضا عليه حوالي 90%. عدلنا فيه الوصف الوظيفي لبعض الوظائف زي الاختصاصي وزي الباحث، فتحنا فيه مجال الزيادات السنوية بما يتمشى وقانون العمل. نعم. وضعنا بعض الزيادات في المرتبات. القرار 885 اللي صدر أخيرا من حوالي 20 يوم عن طريق وزارة الصحة بحكومة الوفاق هو رافد آخر لصالح الطبيب والممرض، لكن أتركنا الوظائف المهنية التسيرية. نعم. أنا وجهة نظري الخاصة ودائما أنادي بها، جدول المرتبات يجب أن يكون موحد، ويجب أن تضع هناك فروقات، يعني يكون درجات متسلسلة من الدرجة الأولى إلى الدرجة السادسة عشر، وجدول موحد في المرتبات الأساسية، ومن ثم تأتي هناك ميز العدوى وعلاوات التمييز وغيرها سواء كان للأطباء. ممكن نوصل حتى لأكبر من المرتبات المقترحين الآن. أيضا في حافز آخر، العامل في عيادة يمشي لها يومين أو ثلاثة، مش زي العامل في مستشفى يشتغل طيلة الأسبوع ومتعرض للعدوى. فجدول المرتبات الموحد هذا راه أمر أساسي، وعلينا أن تسعى كل الجهات ذات الاختصاص بتوحيد جدول المرتبات للليبيين بالكامل. نعم. وإعطاء فرص في العلاوات التمييزية بكل مسمياتها والزيادات السنوية والعلاوات القيادة في الإدارة يجب أن تكون واضحة في هذا الجدول وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2010، وهناك ستكون عدالة كاملة بين الليبيين. الحكومة الليبية المؤقتة شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور عبد السلام البدري، وبالتعاون مع مركز الأبحاث بجامعة بنغازي أخرج هذا الجدول. أنا متأكد أن هذا الجدول لو يوضع في قرار نهائي سينصف كل الليبيين ويأخذ كل عامل حقه. لأن ننظر لك مثل بسيط، لما نجي العامل التسييري إدارة أو نظافة أو سائق في مستشفى ممكن يتعرض للعدوى، هذا يجب أن يراعى. لما نجي لطبيب يعمل في مستشفى صدرية مثلا يتعرض للتي بي وغيرها يجب أن تكون عنده علامة مميزة. طبيب وممرض وأخصائي اجتماعي يعمل في مستشفى النفسية يجب أن يكون له تمييز خاص، لأنه أحيانا يتعرض حتى للضرب. صحيح صحيح. والخطورة الدائمة. فالحل الجذري لهذا الموضوع هو جدول مرتبات موحد لكل الليبيين مع فارق الميز اللي تميز علاوة العدوى، علاوة التمييز، علاوة القيادة في المؤسسات الصحية، فارق من يعمل في مستشفى، من يعمل في عيادة، هذا بجانب الصحة. بينما لما تجي للتعليم أو غيرها حتجد فروقات وعندهم خصوصية لمهنة. نعم. دكتور، يعني الآن اللي فهمته من حضرتك أو الكلام الخاص ب 855، قرار 855، هل أعتبر هذا رفض لهذا القرار من الدكتور سعد أم تحفظه؟ لا، أنا راح أقول لك حاجة على المستوى الشخصي، مش من حقي أني نرفض أو أتحفظ أو بالعكس. نعم. أنا كل ما يساعد الطبيب في ليبيا، لأن عمل وزارة الصحة عمل إنساني وعمل تحفيزي للطبيب وللممرض أينما وجد. نعم. القرار لما يصدر ويصاحب توفير السيولة المالية تنفيذه لا بأس به، سواء نعم. كان لشرق البلاد أو لغربها، العاملين كلهم ليبيين، ونحن أول من بادر بإصدار قرار 399. نعم. وكل ما ورد في 885 هو معطيات القرار 399، ويعرف النقيب العام للأطباء على مستوى ليبيا مدى اهتمامي المبكر بهذا البرنامج. ولكن اللي أتمناه أن لما تصدر قرارات توفر لها الأموال لتصل لي. أنا لما بكرة يقولوا لي موفر لك السيولة لتنفيذ القرار 399 حنكون فرحان جدا، لأنه يفرحوا أبنائي الأطباء ويؤدوا أعمل جيد. نعم. بالتأكيد. وأيضا في قرار الثاني اللي صدر من حكومة الوفاق ولم يوفروا له سيولة، كلها لصالح الأطباء، لكن نظرتي شمولية مش خاصة. أنك لما توحد جدول المرتبات تحل كل المشاكل. يعني أنت تحدثت الآن عن توفير ويعني تنفيذ فعلي للقرار 399، هذا شيء يسعدك ويسعد أبنائك. إذن الآن
ندخل في مرحلة أخرى مهمة. أنت اليوم حققت، نقول أن هذا القرار تم تنفيذه يعني تمام، اليوم تحققت مطالب الأطباء، ما هو بعد تنفيذ هذا القرار سيكون مطلوب من الأطباء؟ ما الذي سيتغير؟ يتغير، أنت يفترض بقدر ما تأخذ ميز الوظيفة تعطيها. نعم. الوظيفة تكليف مش تشريف، الوظيفة عمل انك تسترزق منه. يعني انا يعني كل الوظائف مش وظيفة الطبيب بس، ولا على كل الجهات الخدمية، فعلى مقابل العمل اللي تعطيه تاخذ عليه مقابل مادي. يجب ان ترعى الله سبحانه وتعالى في عملك، ترعى حقوق المرضى والناس في عملك، لانك انت بقدر ما تاخذ من حوافز يجب عليك ان تقدم عمل جيد. نعم، يعني الاشكالية اللي تحدثنا فيها حتى قبل الهواء، ونقطة أخرى مهمة تحدث فيها العديد من المختصين في هذا المجال، دكتور سعد، اليوم العامل بالمستوصف يومين بالأسبوع يأخذ في نفس مرتب العامل أو الطبيب في المستشفى العام اللي لديه ضغط كبير، عمليات، يتعرض لضغوطات عدة داخل المستشفى، متساويين في الراتب، لا يوجد أي مزايا تفرق بينهم عدا الديوتي اللي هو المبيت في المستشفى. هنا هل تعتقد بأن هناك ظلم للطبيب العامل في المستشفى أم لا؟ لا، هو كل مكان له ميزة. إذا أردت أن تطور نفسك فأسعى إلى مكان يتناسب وظيفتك، أنك تكون طبيب عندك معلومات حديثة، متواصل مع الاستشاريين الكبار. وإذا أردت أن تقبر نفسك وما يعني وتهتم بمطالبك الشخصية ليست العلمية، نعم، فأحيانا أنت لما بتتعلم بتضحي بالمال، تقعد في مستشفى تعليمي لما تمارس عملك داخل مستشفى تعليمي، نعم، أفيد لك. ولما تمشي لعيادة حتقدم، نعم، خدمة للمرضى في العيادات، وتساعد على تقريب الخدمة للمواطن. لكن عليك أن تلتزم على القيادات الإدارية في المؤسسات الصحية إلزام هؤلاء الناس بنظام البصمة. مثلا نحن طبقنا نظام البصمة في كل المؤسسات، هذه ما فيهاش أي مجاملة، سواء كانت وحدة صحية، مركز صحي، عيادة مجمعة، مستشفى مركز تخصصي، إدارات خدمات. فعلى الجميع أن يلتزم بذلك، وعلى القيادات الإدارية في هذه المؤسسات ضبط العمل بالصورة المثلى والتباعد عن المجاملة، نعم، اللي أثرت كبيرا يعني في أداء الخدمة للمواطن. نعم. دكتور، لاحظنا أن في أغلب الأسئلة وإجابات حضرتك نتطرق لقصة يعنى بها كل المواطنين، وهو الانقسام السياسي. ما مدى تأثير اليوم هذا الانقسام السياسي على قطاع الصحة في ليبيا؟ والله أنا بأمانة أول مرة ليبيا للجميع وبالجميع. نعم. ليبيا يعني بلد تتوسط بموقع جغرافي ممتاز. ليبيا مرت بأزمات كثيرة أثرت على الخدمات التي يجب أن توصل للمواطن. عمل وزارة الصحة هو عمل إنساني. نعم. لو تشوف وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة وصلت إلى كل مدن ليبيا، واستطعنا، نعم، بما أوتي إلينا من إمكانيات أن نوصلها للمواطن الليبي أينما كان. جيني في ظهر الجبل، في بطن الجبل، في الجبل الغربي، في جنوب ليبيا، في الشويرف، في براك، في، نعم، غات، في سبها، في تراغن، في تساو، في السبيطات، في أغار، في أم الأرانب، في الكفرة بالكامل، في الجفرة، في نواحي سرت. أي مدينة أتيحت لنا فرصة الدخول إليها قدمنا لها ما نستطيع تقديمه وفق الإمكانيات المتاحة. نعم. هنا عملنا ما أثرش فينا الانقسام السياسي، قمنا بعملنا كما يجب، عملنا خلف القوات المسلحة بقدر ما استطعنا، نعم، أن نوفر الخدمة الصحية لكل الليبيين حتى النازحين. يعني نحن معسكرات النازحين وزارة الصحة دائما حاضرة فيها، نعم، أينما كانت، حتى في المخيمات، سواء كان في فيضان غات، سواء كان في مشكلة مرزق، في غيرها دائما متواجدين وفق ما أوتي إلينا من، نعم، من إمكانيات. ونحاول جاهدين أن نستثمر الإمكانيات المحلية في، نعم، المناطق. يعني أنت الآن تحدثت بأن هذا قطاع إنساني، يعني هل خضع هذا القطاع الإنساني بالدرجة الأولى دكتور تحديدا إلى مقتضيات النزاع السياسي والعسكري أم تم تحييده؟ والله أنت عارف أن الآن الليبيين يزجوا في بعضهم في القضايا اللي فيها مطامع. نحن كناس تنفيذيين، نعم، وخصوصا في وزارة الصحة تهمنا خدمة المواطن.
أما مكان لما تجي يرفض الخدمة منك ما تفرض نفسك عليه. نعم. لكن نحن كحكومة مؤقتة وكوزارة صحة بتعليمات معالي رئيس الوزراء أن نقدم خدمة للمواطن الليبي أينما كان وحيثما وجد. نعم دكتور، عدة ملفات أخرى سنتحدث عنها بعد الفاصل، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل ومن ثم لنا عودة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ومن ثم لنا عودة لمواصلة الحوار، صحبة الدكتور سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، نواصل الحوار، صحبة الدكتور سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة. دكتور سعد، من أكثر الملفات الشائكة وهي ملف علاج مرضى الأورام، وهنا عدة تساؤلات بخصوص هذا الملف. دعنا نتحدث في البداية، يعني هل يشكل مرض السرطان نسبة عالية في ليبيا؟ أنت تعرف الأزمات اللي مرت بها البلاد. نعم. وغياب الكشف المبكر على المرضى وغياب المتابعة الجيدة من المرضى، يعني عديد الناس مصابين بالأورام وشفيوا. نعم. لكن يكون هناك في عملية كشف مبكر ومتابعة وكذا، فغياب الأزمة اللي مرت بها وزارة الصحة خلال الفترة، يعني خلال 10 سنوات دعنا نقول، أثرت سلبا في ارتفاع نسبة الأورام في ليبيا. نحن كوزارة صحة في الحكومة الليبية المؤقتة حاولنا توطين العلاج في الداخل. نعم. وقمنا بفتح لا يقل، كل واحد ما يفخرش بها لكن الله غالب، يعني أنت بتعالج قضية معينة. عندنا قسمين، قسم في مستشفى الأطفال في بنغازي وفي مركز بنغازي الطبي، فتحنا 10 أسرة في جدابية، 10 أسرة في المرج، 10 أسرة في البيضة، و10 في درنة. نعم. و10 في طبرق. هذه السعة السريرية حققت تقريبا علاج ما نسبته 60% بتوفير العلاج وإجراء الجراحات اللازمة والأعمال المخبرية اللازمة. نعم. فتتم بشكل جزئي، رغم أنها ما هيش كافية، لكن حاولنا أن نبذل جهدنا ونحقه ولو جزء معقول للمواطن من توفير العلاج لأمراض الأورام. نعم. في سبها، مركز الأورام في سبها، تواصلنا أيضا مع صبراتة، مركز الأورام في صبراتة، في طرابلس تواصلنا معهم بشكل قليل، لكن المراكز الأورام اللي هي خاضعة لرقابة الحكومة المؤقتة وصلتها نسبة حوالي 60% من الأدوية. نعم. قدمنا 60% من الخدمات. أيضا شكلنا لجان مركزية للعلاج، سميناها لجان مركزية للعلاج، لجنة مركزية في مركز طبرق الطبي ولجنة مركزية في مركز بنغازي الطبي. نعم. اللجنتين هذين قاماً ببعض الفحوصات، فتم إرسال استكمال علاج الأورام في بعض الدول في الخارج زي في مصر والأردن، فاستكملنا المسح الذري لعديد الحالات. نعم. بعد الجراحات وبعد أخذ الجرعات داخل البلد حاولنا أن نرسل هذه الحالات المسح الذري خصوصا في مصر، وكانت النتائج إيجابية جدا. نعم. رغم أن العمل ما هوش كافي لقلة الإمكانيات وعدم توفر السيولة، ولكن بشكل جزئي حققت بعض الإجراءات. نعم. ما يخص الأورام أيضا وخصوصا الأطفال، زراعة النخاع العظمي، وبمناسبة وجودنا معكم اليوم في الاستوديو وفي الأردن، عندنا اتفاقية مع مركز الحسين. مركز الحسين الحقيقة بشهادة الجميع سواء كان داخل الأردن أو في ليبيا أو المواطن نفسه، قلنا بنرسلك الأردن ويقول لك مشي لمركز الحسين، فعقدنا اتفاقية بيننا وبين مركز الحسين عن طريق مستشفى الأطفال في بنغازي، وأرسلنا الدفعة الأولى حوالي 17 طفل واستكملوا علاجهم والحمد لله. توفي منهم حوالي 3 أو 4، ما أذكرش الرقم بالضبط. نعم. لكن البقية تحصلوا علاج. أنتم عارفين أن علاج زراعة النخاع العظمي يأخذ فترات طويلة، يحتاج إلى صرف أموال بالعملة الصعبة، فقدرنا الله سبحانه وتعالى أن حولنا دفعة، بعدين تحصلنا على احتمال ثاني، وللأسف أنه وجه لمستشفى الخالدي، عالجنا حوالي يعني عدد من أكثر من 35 إلى 40 طفل بمبلغ مالي يفوق $1,000,000 في مستشفى الخالدي. عندنا استمرارية الآن مرة ثانية مع مستشفى الحسين،
وليش نحن ركزنا مرة ثانية والعودة لمستشفى الحسين للخدمات اللي يقوم بها هذا المركز لاهتمامهم بالأطفال. أيضا متحصلوا عن طريق السفارة الليبية في الأردن عديد مرضى الأورام بتحويلات وصلت إليهم من المصرف المركزي للملحقية الصحية، وعولج منهم الكثير على مستوى ليبيا بالكامل بجهود الشباب العاملين في الملحقية الصحية. نعم. في عمان قاموا بشغل جيد جدا ووصل لأغلب المواطنين الليبيين. نعم. من كل المناطق. نعم، يعني نقدر نقول اليوم دكتور أن مرض السرطان يعتبر المعدل متاع في ليبيا وعدد المصابين به، هل هي تعتبر نسبة مرعبة ومخيفة أم لا؟ لا أعتقد ذلك، لأنه هو أصل موجود، لكن لما تكون الرعاية الصحية المتوفرة بشكل مبكر. نعم. تقلل منه، لكن أنا زي ما قلت لك الفجوة اللي حدثت في النص هذه أثرت سلبا. نعم. أيضا راهو لا تنسى أن الأزمات يعني بما يصاحبها سبب من الأسباب. هذه هي دكتور النقطة المهمة، يعني هل هناك دراسات معينة أجريتموها كوزارة الصحة بخصوص المسببات الرئيسية؟ قاموا بصراحة نحن على شاكلة هذا الموضوع أنشينا المركز الوطني لأمراض السرطان في بنغازي، وسميناه المركز الوطني للأورام. نعم. وكلفنا به ناس مختصين في مركز الأشعة اللي في الهواري في السابق، واعتبرناه تعليمي وعقدنا. نعم. دورات تعليمية وبدينا في الفحوصات المخبرية به، وأيضا جزء بسيط من الإشعاع داخل لأنه غير كافي. قمنا أيضا بتدريب الأطباء المقيمين من خلال إدارة هذا المركز، واعتبرنا هذا المركز مرجعية علمية. نعم. لكل أقسام الأورام، وبدأوا بشكل حقيقي يقود الدكتور علي الزناتي، والآن منظم برنامج جيد جدا في عملية المسح الميداني وتحديد الحالات وأماكنها وأسبابها. نعم. وطرق علاجها. ماذا عن إدارة هذا الملف في العلاج بالخارج؟ يعني سمعنا ورأينا بأعيننا يعني عديد من الشكاوى من المواطنين تم إحراجهم برفض دخولهم المستشفيات أو بتنبيههم بالمغادرة نتيجة الديون المتراكمة. هو الحقيقة إرضاء الجميع غاية لا تدرك. نعم. فما بالك المريض اللي محتاج لعلاج، ونحن يجب علينا تقديم العلاج له بأي طريقة كانت، لأن في النهاية بكل هو مواطن ليبي. نعم. لكن الظروف اللي نمر بها هي اللي أثرت سلبا، يعني إحنا عندنا تراكمات سابقة، يعني عندنا خلل إداري وقانوني ومالي في إدارة أموال العلاج في الخارج، ونا على المستوى الشخصي مع توطين العلاج في الداخل وترك العلاج في الخارج وإحضار الأطباء الزوار من الخارج والعلاج. نعم. داخل المستشفيات. من مسؤول هذا الخلل دكتور؟ المسؤولية تضامنية، توفير المال مهم، وانت عارف شح الأموال هذا. نعم. سبب كبير. الخلل الآخر غياب التحويلات، قيام بعض الناس على هذا الملف بصراحة وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، أقولها بكل صراحة، لو الأموال الليبية اللي حولت للخارج صرفت بشكل حقيقي على المواطن الليبي ما كنا في هذه المشاكل. لكن هي منظومة متكاملة. نعم. تبدأ من تحويل المال إلى وصوله. نعم. إلى الاند يوزر، إلى آخر مستشفى يتم التعامل معه. وأنتم موجودين ولعلكم تشعروا بسوء استعمال هذه الملفات الفترة الأخيرة، راح نقول لك رب ضارة النافعة، شح الأموال جعل الليبيين ينظروا لأموالهم بكل دقة وتصل إلى أماكنها، وهذه لاحظناها حتى من خلال زيارتي الآن في الأردن. نعم. لاحظناها أيضا توطيننا للعلاج في الداخل، لو عندنا مجال للعلاج في الخارج كل الليبيين حيطلعوا، لكن حاولنا بما نتحصل على الأموال نستثمرها في الداخل في توطين العلاج. نعم. وطننا العلاج في جراحة المفاصل الركب وغيرها، استطعنا أن نقوم بعمليات القلب المفتوح داخل ليبيا، يعني عندنا مركز الهواري في بنغازي. نعم. وأسميناها المركز الوطني للقلب، يقوم بعمل كبير ووطننا وأجريت فيها عديد العمليات من لجراحة القلب المفتوح. نعم. عندنا فريق طبي أمريكي، يعني هذا موضوع موجود في السابق وحاولت أني نستمر فيه. نعم. يوم 22/9 القادم عندنا 40 حالة جراحة قلب مفتوح لأطفال في مركز بنغازي الطبي. الإمكانيات اللي موجودة راهو إمكانيات لو تستثمر صح
ممتازة جدا. يعني حاولنا البحث على الإمكانيات، نعم. حاولنا البحث على المعدات، حاولنا البحث على العناصر الطبية، حاولنا صيانة المعدات الطبية، ومن خلالها استقبلنا الأطباء زوار، وبدأنا استقبلنا أطباء زوار من الداخل، يأتون أطباء جراحة قلب مفتوح من طرابلس، وقاموا بعمليات ممتازة جدا داخل مركز القلب في الهواري، والمركز الوطني للقلب في الهواري اللي الآن نعتبره فيه مستشفى تعليمي مرجعي لكل المرضى. عندنا ليست تصل إلى 500 حالة بعملية قلب مفتوح. يعني بدأنا، المشوار طويل، الإمكانيات ضعيفة، ولكن العزيمة قوية. دكتور، يعني تتحدث دائما عن توطين العلاج وهي شيء مهم، ولكن أيضا لا ينكر أحد بأننا في ليبيا، ونتحدث الآن عن ملف الصحة تحديدا، وجود فساد ولا ينكر أحد ذلك، فساد إداري، فساد مالي. أتحدث عن بعض الإدارات، بعض مكاتب الصحية في البلديات، التهم تصل في بعض الأوقات حتى لجهاز الإمداد الطبي وغيره وغيره. هنا هل الآن ما هو الأولوية العمل عليه الآن؟ هل توطين العلاج أم القضاء على الفساد حتى نتمكن من توطين العلاج بشكل سليم؟ هو الفساد أينما تذهب تجد الفساد. أنت الإنسان بطمع طماع، ولما يجد المال بين يديه قد يأمر الشيطان بأن يخطأ ويلجأ إلى الفساد. حاولنا جاهدين في وزارة الصحة من خلال إدارة التفتيش أن نبذل جهدنا، غيرنا عدد كبير من القيادات الإدارية في مؤسساتنا الصحية، وأقصينا عدد كبير من الموظفين، لكن راه لكل فعل ردة فعل. يعني بقدر أنك ما تبي تصلح في ظروف مثل هذه الظروف ستكون ردة الفعل قوية. نعم. تعرف أن إحنا مجتمعات بدوية قبلية، عندنا أصدقائنا، عندنا مبدأ المجاملة دائما متوفر في العمل، لكن حاولنا بطريقة أخرى أن إحنا ندخل في هذه الملفات. مثلا العمل في المستشفيات، المستشفيات تأخذ في ميزانيات للباب الأول، نعم، والباب الثاني، والتطوير والتحسين والإنشاءات. هذه الأربع أبواب التي تصرف مباشرة، نعم، للمستشفيات والمناطق الصحية والأجهزة التابعة لوزارة الصحة فيها أموال. لو تمركز كل شيء ستكون هناك مشكلة مركزية كبيرة جدا مقيتة تأثر على العمل اليومي. لو تعطي كل الأموال للشق الأدنى أو للقاعدة ستكون هناك مشاكل تصاحب هذا العمل، سواء كان قلة الخبرة الإدارية، عدم التصرف، الابتعاد عن القوانين، وهذا كل هذه الأمور حتخلق مخالفات إدارية تسجل على الوزارة. فنحن حاولنا جاهدين أن نحن نعطوا الأموال ونزيد الراقبة. حققنا مبدأ التخطيط، التمويل، المتابعة لوزارة الصحة. الوزارة يجب أن تكون هكذا، كل الوزارات في العالم تعمل تخطيط، تمويل، متابعة، لكن الوزارة ما تلجأش للقاعدة باش تنفذ كل شيء. مفروض أدوات التنفيذ السفلى هي اللي تنفذ. نعم. أدوات التنفيذ دائما يشوبها الفساد زي ما قلت حضرتك، لكن مش الكل يا أخواننا، باش ما نظلمش، احنا عندنا قيادات إدارية ممتازة جدا ترفع لها القبعة. نعم. ووجود عدد بسيط من نواحي ثانية. نعم. فحاولنا جاهدين إلى تنظيم عملنا، إلى بذل جهدنا، إلى تقليل الفساد، للأخذ بالملاحظات اللي تأتينا من الأجهزة الرقابية. نعم. نحن الوزارة تقدر تقول من ضمن الوزارات اللي مشينا اجتمعنا بشكل مباشر مع هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، وحاولنا أن نستوضح منهم كثير من الأمور ونتبادل معهم بعض الأفكار. نعم. هيئة الرقابة الإدارية هذا شق بالكامل سنتحدث عنه دكتور. بارك اليوم عاد وكيل يعني. لا واحدة واحدة علينا. ننتقل الآن لمدينة أخرى، يعني سنتحدث عن بشكل ملخص عن مدن ليبيا، ولكن مدينة درنا لها خصوصية، يعني نتيجة الحرب اللي خاضتها المدينة في السنوات الأخيرة. هنا يقول السيد جعفر حسين ممثل منظمة الصحة في ليبيا في مايو الماضي أن هناك الآن احتمال للإصابة بالكوليرا على سبيل المثال، وإلى مخاطر الإصابة بالالتهاب الكبدي والتيفود والحصبة والسل. ما حقيقة السيطرة على مرض الصفرة في مدينة درنا؟ وأيضا هل نتحدث هنا، هل تمت فعلا السيطرة عليه إلى غير رجعة؟ وما أيضا تعقيبك على ما قاله السيد جعفر حسين؟ درنا طبعا تعرف هي مدينة الثقافة والحضارة، ما تعرضت له مدينة درنا الحقيقة من خلال الحرب على الإرهاب. نعم.
وهذا شيء عظيم جدا، يعني دارنا خلصت ورجعت إلى حفظ الوطن. أحيي العناصر الطبية العاملة في أصعب الظروف في مدينة درنا. أنت لو تشوف القفزة اللي في وزارة الصحة بأيدي أبناء درنا الآن شيء عظيم جدا، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة حتشوفوا شغل كبير في مدينة درنا. نعم. رأي منظمة الصحة العالمية، يجب علينا أن لا ننظر بشكل كبير جدا لما يقال، أحيانا الواقع غير ذلك. صح، الركام والمباني المهدمة وضرب البنية التحتية، بالنسبة لنا كصحة هذه المؤشرات نبني عليها أن بتحدث أمراض، ولكن أخيرا يعني خلال فترة 3 أسابيع ماضية ظهرت الصفراء، مرض الصفراء أي، هذا مرض يعتبر ما هوش وباء، مرض أصيبت حوالي 17 حالة، دخلت منهم 4 حالات للمستشفى، تم التقصي، تشكيل لجان تقصي وبائي، حددت الأسباب في بعض المطاعم وتناول لحوم الدجاج، أيضا في بعض مصادر المياه. أبلغنا نحن كجهة تعتبر تعطي في المؤشرات الجهات الخدمية الأخرى أنها تقوم بدورها، زي الحرس البلدي وزي الشركة العامة الرقابة على الأدوية والأغذية، جهاز المياه، شركة المياه، وقاموا الجميع الحقيقة بدورهم. أنت عارف أن الإعلام، سمحني يعني، أحيانا يعطي موضوع يتضخم أكثر من حجمه، لكن في كل الأحوال بصراحة الإعلاميين في دارنا متفاهمين للموضوع، يعني نزل الفريق الإعلامي زي الجهات الخدمية الأخرى، ولاحظ الإجراءات اللي اتخذت، ولاحظ متابعة المرضى، يعني مثلا طلعت حالة من الجيجب، حالة من عين مارة، حوالي 15 حالة داخل مدينة درنا من القبة، لكن لما جينا للانتشار، ما هناك انتشار وبائي، هو مرض عبارة، وأغلب اللي بيراه لما تدير تحليل حتجد، لكن هي طبعا أنواع، لكن المؤشرات الحقيقية اللي أكدت عليها الجهات الصحية والرقابية داخل درنا هي هذه، والحمد لله الجماعة قاموا بدورهم، هناك ريجنس خاص أو محلول خاص لإتمام إجراءات التحليل تم إجراءها، بقت 4 حالات غادرت، في حالة توفيت، وهذه للتوضيح. أيوة. أغلب الناس قال لك الصفرة كذا، هو الحقيقة المريض كان يعاني من أمراض أخرى وكانت هي السبب الرئيسي لوفاته، أما الصفرة هي موجودة عنده بشكل حقيقي. نعم. لكن سبب مرض، مش هي عادة الوفاة يعني. لكن سبب الوفاة هو أمراض أخرى يعاني منها المريض. نعم دكتور، يعني من الحديث عن القطاع، هذا لا يعني أن نحن مثاليين في العمل داخل درنا. نعم. راهو عندنا قصور، يجب أن نحترف في أي مكان أن عندنا قصور. نعم. لكن درنا ما علينا يعني. نعم. دكتور، أذهب لنقطة أخرى وهي إدارة التفتيش في وزارة الصحة، يعني ماذا عن دور هذه الإدارة وهي من أهم الإدارات بالوزارة؟ أنا سبق وأن قلت لك دور الوزارة تخطيط تمويل. نعم. المتابعة، المتابعة هذا دور مهم، بعد ما ترسل أو تضع الاستراتيجية. نعم. زي استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، وتخلي المناطق تنفذ، اللي هي إدارات الخدمات الصحية بالمناطق أو إدارات المستشفيات والمراكز المتخصصة والأجهزة التابعة. احنا راه قطار كبير جدا في الصحة يتبعها. نعم. فإدارة التفتيش دورها هي المتابعة، بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى اللي تتبع الجهة التشريعية. إدارة التفتيش طبعا رغم قلة إمكانياتها هي تحتاج إلى ناس مختصين، مهندسين وقانونيين ومحاسبين وفنيين وسيارات، يعني تحتاج إلى جيش جرار من الإمكانيات. أحيانا تقول لي جيب سيارات لإدارة التفتيش ولا تشتري دواء، نقول لك لا، بنشتري دواء. لكن إدارة التفتيش قائمة بدور كبير، ولعلك من خلال وسائل الإعلام تشاهدوها كل يوم في مدينة. نعم. تلقاها في الجفرة، في الكفرة، في سبها، في درنا، في طبرق، في مساعد، يعني يتحركوا بشكل أفقي، لكل يجمعوا في المعلومات، يضعوا المؤشرات أمام وزير. نعم. الصحة، وزير الصحة بدوره يحول منها بعض الإجراءات، يستدعي بعض الناس اللي تم التفتيش عليهم واللوم والتحقيق من خلال مجلس تأديب بالوزارة. أحيانا هناك مخالفات جسيمة تحال للرقابة الإدارية، أحيانا أخرى هناك مخالفات أجسم. نعم. تشكل قضايا تحال للمحامي العام.
خصوصا القضايا اللي فيها مسؤولية قانونية، يعني نعم. مسؤولية طبية لازم تحال إلى الجهات القضائية. يعني نحن نعم. مش معناها نحن مع الطبيب ومع محافظة عليه وعلى سمحته وكذا، لكن قانون المسؤولية الطبية يعطي له وما عليه. نعم دكتور. نعم تفضل. نكمل ما يخص إدارة التفتيش. إدارة التفتيش لو جي تلقى عندها محاضر كثيرة وملاحظات كثيرة على كل المرافق الصحية. نعم. نحاول جاهدين إن بقدر ما نصرف من أموال نتبعها، بقدر ما نلقى خلل في الخدمة نتبعها، ولكن في أمور ثانية يجيبها لك إدارة التفتيش تحتاج للمنظومة كاملة، يعني منظومة الوزارات بالكامل. يعني لما نجي لأمن المستشفيات الداخلية مش مقصرين معانا، شح الأموال وزارة المالية بما أوتيت مش مقصرين معانا، لكن هذه الأمور تحتاج إلى استكمال عمل المنظومة مع بعضها. إدارة بعض الإجراءات اللي اتخذت، إحفاء بعض مدراء المستشفيات والخدمات الصحية، إحفاء بعض مدراء المرافق الصحية نبلغوا رئيس المباشر إنه يحفيه، وصلنا إلى اللوم، وصلنا إلى الخصم، وصلنا إلى الإحالة إلى الجهات الرقابية. نعم. وصلنا إلى الإحالة إلى الجهات القضائية، وكل هذا عمل إدارة التفتيش، لكن ما زلنا بيننا وبين أنفسنا عملنا غير كافي. نعم. دكتور، عدة ملفات أخرى، تقرير هيئة الرقابة الإدارية، أيضا اتهامكم بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، عدة ملفات أخرى مهمة نريد أن نتحدث فيها، ولكن هذا الجزء الأول من الحلقة انتهى. سنتحدث عن هذه الملفات في الجزئية الأخرى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي الحلقة الأولى مع والحلقة الخاصة من موطني مع الدكتور سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جزء آخر نواصل فيه الحديث، صحبة الدكتور سعد عقوب. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. ذات الجمال يرى الحب مختزلا، مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مهتملا، مهتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا. يا ليبيا يا ألما، يا ليبيا ألما، أهدي إليك حنايا الروح والقبلة.